حاجة من الحاجات اللي أنا ما كانش نفسي أعملها خالص. قلت له يا جماعة اهرب من اشتبتي دم دم ياس اشتبتي دي بشتبتي دبلو 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 في ماب الأبواب بتاعت روبلو. تخيل اشتبتي دم المليان اللي احنا بنشوفه ده يعدي من الباب اللي هنا ده، مستحيل يا جماعة. أنا مش عارف هما دخلوا الماب دي إزاي. فأنا ذات نفسي عايز أقول لكم قبل ما نبدأ المقطع ده، اشتبتي دم لو جوه هنا أنا مش هكمل ولا هلعب، لأن أكتر كائن أنا بكرهه من اللي شفته الفيديو الاخير الشرير وحركات بركات في الشارع وكده. ف ابرام جدا يا جماعه، بس لازم العب لازم العب. فقبل ما يبدا المقطع لو عايزيننا نكمل، ومتاكد ان كل اللي بيتفرج على المقطع ده بيحب ام كامل، لان في واحد جه قال لي ام كامل انت عندك ما بيحطوش لايك واخرك 2000 لايك وكده، فاحنا عايزين نوصل الفيديو ده 200000 لايك. فحط لايك واشترك في القناه زرار احمر وفعل زر التنبيهات، وبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نشوف موضوع اشتبيلي ضم اشتبيلي دي اشتبيلي دبليو دبليو. وانا كنت في الاسانسير ده تقريبا، هو فتح بيا على فكره وكان مقفول، بس هو لسه فاتح دلوقتي. هنا شباك منظر ايه يا عشاء. السلام عليكم. منظر مرعب، بصوا يا بس انا معايا سلاح كده كده يعني اللي يفكر بخرط له وشه، اكيد انتوا فاهمين قصدي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في اكل جرز وشنط فلوس دي، ولا ما تدوني شنطه من دي؟ ايه ده شلتها، تعالي هنا شنطه فلوس دي. استنوا كده، شنطة ايه دي يا جماعة؟ يعني لو شنطة فلوس ادوني فلوس، يعني مش مهم اشتبي لي ضم، المهم ادوني فلوس. والله ادوني فلوس انط من الشباك ده اكسره كده واطلع منه. اوه ماي جاد يا جماعة، الموضوع شكله مرعب بجد، وشكله شبه الماب بتاعت روبلوكس زاد وورز. بسم الله الرحمن الرحيم. في حد هنا؟ في حد هنا؟ عيد واكرر اهو، عشان لو ظهر لي اشتبي لي ضم في وشي وانا بفتح باب، وربنا هكسر الكمبيوتر، هكسر الكمبيوتر، ها هكسره يا رب. ايد النور طيب ولا ايه؟ في حد هنا؟ اشتبي لي ضم اشتبي لي ديب اشتبي لي دبلو دب. في اصوات يا جماعه، في اصوات، في اصوات، اقسم بالله في اصوات غريبه، مش عارف اسمع سامعينها ولا لا، بس اقدر اخش، والله اقدر اخش جوه هنا، اقدر استخبى. طب عايز اطلع، هي عايز اطلع، استنى ايوه انا جوه صح، ايوه انا جوه في الدولاب، ليتس جو مان. عايز اطلع، ايوه يا سلام، بس كده طلعت، اتوقع انا طلعت تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في حاجه في الدروك دي؟ بس كده ما فيهاش حاجه اتوقع، لا الدروك دي ما فيهاش حاجه، ولا هنا بس بنستخبى، بس لو جه اشتبني ضم بنخش في اي دولاب من الادلبه دي. تمام تمام يا جماعه، الموضوع مرعب اقسم بالله، مش زي ما انتم مفكرين، عادي كده. انا خايف والله، انا بخاف يا جماعه. ايه ده، كتب دي ولا ايه القصص دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشتبني ضم، طب اخش انهي، اليمين ولا الشمال؟ اكتبوا تحت في الكومنتات نختار انهي واحد. يا جماعه انا سامع صوت غريب اقسم بالله. لا 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 والنبي لا، مع اني دخلت في الدولاب، والله دخلت في الدولاب اقسم بالله، ده موجود معانا هنا. او ماي جاد، طب انا اعمل ايه؟ طيب ده يتهرب منه ازاي ده؟ لا 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 والنبي لا والنبي لا، تعالى ما يجيش الاسانسير. ماي جاد، او ماي جاد، اجرب، جري 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 يا جماعه، بيجري ورايا بيجري ورايا بيجري ورايا، اجري ام كامل، لا سريع سريع. لا لا عظيم، حط لي حاجات بسرعه، استنى استنى، حط هنا حط، لا 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 اضرب يمين، وقف، ايوه يسلم عليك يا ام كامل، يسلم عليك، جربت جربت، اقفل الباب ده كده، ايوه يا اهلي انا قفلت الباب عليك. والله جاي 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 جاي، الباب مقفول، الباب مقفول، لا لا اقسم بالله لو اشوفك يا شتبي ضم بخرط لك وشك يا جماعه. كل ما افتح باب الاقي باب غلط، والفكره ان هو مش سايبني في حالي. اشتبي ضم اشتبي لي ضم اشتبي لي ديب اشتبي لي دبلو دبلو، انت فين؟ اوكي الحمد لله. اوكي هنا في ايه هنا تحت السرير؟ يما يما، استنى بس اخرجني يا عم. انا ايه اللي دخلني هنا؟ والله انا ما دخلتش هنا يا جماعه، هو اللي دخلني من نفسه كده، اول ما بقرب من الباب بيدخلني. اوكي طب خلينا نخرج كده ثواني، اتوقع كده ايوه يا سلام، بس كده. بس انا خرجت ورحت فين ما اعرفش، بس انا خرجت منه. المهم رحت الاوضه الثانيه. يا جماعه في جثه تحت السرير، لاحظته ده؟ في حد جوه اهو، والله استنوا استنوا هجيبه لكم. لا مش بده مش بده، استنوا في حد جوه هنا. يي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 
مين قتلك؟ بص اشتبدي ضم قعد عليه، اشتبدي ضم قعد عليه. وانا لما بموت بيحصل فيا كده ولا ايه؟ جماعه اللي ما حطش لايك، لايكك هو اللي هيساعدني ان احنا نهرب من الشبي ضم. فانت مستني ايه؟ حط لايك واشترك في القناه. اوكي هنا كان في عندنا البتاع دي مسدود، انا مش عارف ما كملتش ليه. طب اقدر افتحها؟ ايوه. يا سلام يا سلام عليك يا ام كامل لما تشغل دماغك. افتح بقى، افتح بقى يا ده باب حديد يا عيال، باب جولد يا عيال، باب حديد اكيد وراه حاجه ده. طب استنوا كده، طب استنوا، ولا اي حاجه. استنوا في حاجه احسن من ده كله، هدي كده. ايوه ايوه يا سلام، وارميها كده. ايوه يا رب يفتح الباب، يا رب يفتح. والله كل حاجه اتكسرت حواليه ان الباب يفتح ما فتحش، فنسيبنا منه ونكمل طريقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنوا كده، ايه ده يا جماعه الصوره الغريبه دي؟ هو الشتبي ده ضم بقى عنده اصحاب من امتى؟ افتح لي يا ابني الدرج ده يا ابني، ما اقدرش افتحه اتوقع. اوكي بصوا احنا نسد الباب ده. اوكي ما تقوليش انت بتسده ليه، اكيد انتوا فاهمين انا بسد الباب ليه. مش معقوله يعني اكون بسد الباب ده يعني خوف؟ لا مش خايف خالص يا جماعه، ما بخافش من حاجه يا جماعه، انا ما بخافش غير من اللي خلقني خالص خالص. واشتبي ضم الصراحه. اوكي بس بقى الاصوات دي بقى مش عايز اسمع صوت انا. بس 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 اقف هنا، بس بس خلاص، ولا اي حاجه حصلت. في اصوات غريبه بس انا مش ههتم بالاصوات، خلونا نكمل طريقنا. اوكي الباب ده مفيهوش اي حاجه. اوكي وبعدين يعني بعد ما افتح الابواب كلها يجي بابك افتحه الاقي في وشي؟ صح انتوا عايزين كده، انتوا عايزين كده، قولوا لي ليه انتوا عايزين كده؟ يا شتبي ضم اقسم بالله انا لا اعرف اعمل فيك. اوكي بدات تظلم، بدات تظلم، بدات تظلم. هات لي كده سلاح تاني، بدات تظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. شتبي ضم، شتبي دي، شتبي دي دبليو دبليو دبليو. انت هنا؟ مش هنا يا جماعه. اوكي اوكي او ماي جاد. ايوه كده يا عم، ايوه كده يا عم، ورونا الانوار والحاجات الحلوه بقى. اشتبه ضم ايه وما تفتحش الباب؟ ايه ده بس؟ استنى بقى. اوكي عشان هنا هيبقى سهل شويه، حط لك غساله كده. اوكي استنوا نجيب غساله كده. بسم الله نعمل كده، حط غساله، اتنين تلاته اربعه. لا لا انت هطلعك فوق. ايوه حط لي شويه غسالات هنا، شويه غسالات كده. ايوه يا سلام، وهات الغساله اللي جت بعيد دي جوه هنا، بس عشان ايه؟ نبقى ضامنين ان الشيب اللي ضم الشيب دي بيشتبي دبليو دبليو دبليو، لو جه يفتح الباب ده ما يجيلناش في وشنا على طول. يا رب بس اخاف الاقي حاجه في وشي هنا وابقى انا سددت على نفسي. او ماي جاد كل دي ابواب. اوكي في حاجه تحت السرير. اوكي ثانيه واحده. اوكي انا شايف ان في حاجه تحت السرير، مش عارف ايه هي، بس في حاجه تحت السرير اهي. لا ده بقيه البتاع عادي، بقيه السرير اللي هو القايم بتاعه عادي جدا. اوكي اقفل الباب ده يا اخي، والله الموضوع مرعب يا شباب، اقسم بالله الموضوع مرعب. تحت السرير ده في حاجه؟ مفيش حاجه، خلونا نخرج من هنا كمان. اوكي عندنا ابواب كتيره قوي قوي، مش عارف افتح اني. ده مسدود، حلو حلو، اهم حاجه لو مسدود مش مشكله عشان ما نخش نقعد ندور. اوكي دول مسدودين، في حاجه هنا؟ اوكي مفيش حاجه هنا، كويس جدا، خلونا نجري هنا. افتح ده. او ماي جاد ترات 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 ترات. اوكي افتح الباب ده كمان. في حاجه هنا؟ مفيش حاجه هنا. جميله يا جماعه الدنيا جميله. اوكي المفروض كنا نخش باب اللي في الوش على طول. اشتبلي ضم، اشتبلي دي، اشتبلي دبليو دبليو دبليو. او ماي جاد، لو ملاحظين ان كل حاجه بالاحمر والاساس تركي، اللي محدش يعرفه ان اشتبلي ضم اصلا اساسه تركي، فالحاجات دي حمراء وكده يعني لانه تركي اصلا، فالواحد خايف وفي نفس الوقت عادي يعني. جت مان يعني ايه اللي هيحصل لي يعني من اشتبلي ضم؟ هيدوس عليا بكرشته؟ مش مهم يا شباب. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. كرسيين وبابين. اوكي باب ده مقفول، كويس ان هو مقفول، ما عنديش مشكله باب مقفول. اوكي باب علوي معناها ان احنا هنتخض. اوكي لا ايه ده ايه ده؟ ده بيت شتبي ضم ده ولا ايه يا جماعه؟ انا بضرب عليه. لا والله خليني اضرب عليه. بيت الذكاء ده، بيت شتبي ضم ده، خلينا ندي في بيت شتبي ضم ار بي جي كده. بصوا نزوم، هي اضرب. استنوا، لا والله اني خبي. مع الكائن ده معايا هنا، اقسم بالله معايا، اقسم بالله معايا، والله العظيم سمعت صوته، سمعت صوته ورايا. يا لهوي يا لهوي اللي خلاها. افتح. لا لا ضلمه، لا والنبي ده جاي جاي جاي. لا 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 افتح يا كائن. الباب مسدود.
لازم اعمل خطة، لازم اعمل خطة، لازم اعمل خطة. دي ترابيزة كبيرة قوي، يعني انا مش عارف اللي انا جبته ده، بس يا رب تظبط يا رب تظبط. هو هيجي لي هنا اكيد، فانا حاول ان انا اديله حتة سريسي كتير واهرب منه. يا عيال اقسم بالله غريب، مش عارف بيطلع لي منين. بس انا شفت سجن كده، يعني مش عارف ده سجن ايه بالظبط، بس في سجن كده. خايف افتح باب الاقيه في وشي والله. دي الحاجات اللي انا حاططها، سديت على نفسي، انا سديت على نفسي. ده انا حاطط كمية غسالات هو عشان يجي لي اصلا منها. دم دم دم، يس يس، تيب ديب ديب، دبليو دبليو دي. يا عم انا زيك والله، اعتبرني شتيبي دي ضمنك. هيجي من هنا صح؟ هيجي. اوه ماي جاد، والله استخبيت، والله استخبيت. اعمل ايه تاني؟ طب يا جماعه انا كده خلاص بقى، وسع لي كده، حط لي هنا يا ابني دولاب، وكمان واحده كده حديد، واحده حديد من هنا، وحط لي كمان، احط له قنبله ذريه نوويه لو جه يلمسها ينفجر. ما هعمل ايه طيب يا جماعه؟ هنا سجن، تخيلوا ده وقف قصادي كده. طب انا اجيب مفتاح منين؟ عندهم مش مفاتيح هنا اتوقع. ف اوكي، والباب ده مش بيفتح. ايه فتح والله، هو اللي نكبني يا جماعه قصاد تشتبي لي دم. اوكي، دي مخازين الاكل دي ولا ايه؟ اوكي خلونا نجيب السلاح ده في ايدينا، ولا لكم خلونا نمسك ده اقوى شويه، فاهمين ازاي؟ بحس ان تشتبي لي دم لما ايه ده افتح. والله فتح، فتح، اوكي فتح. ليتس جو مان، اتوقع السجن فتح. لا مش هنا، ايوه ليتس جو يا شباب، ليتس جو. والله اسطوري يا مكمل، انت رهيب. اوكي هنا في برضه سجن برضه محتاجين نفتحه. اوكي ايوه، يا سلام عليك يا رأي. ايه ده، ايه ده، مين بص كده وسع كده؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. هوب اشتبري دام، ار يو هير، تيل مي تيل مي، انت فين؟ جماعة الموضوع مرعب اقسم بالله، تفتح باب كده تلاقيه في وشك. الموضوع ايه ده؟ انا شايف حاجات غريبة هنا، المباني دي ولا عماير دي ولا ايه؟ دي عماير يا جماعة، عائلة اشتبري دام، اشتبري دي، اشتبري دبليو دبليو دبليو. تيجي تفتح باب هتلاقيهم في وشك كده. اوكي هنا شمال، اوكي مفيش حاجة هنا، هنا تحت السرير، ببص تحت السرير دايما لان حاسس ان ممكن يجي لي من هنا، مش عارف ليه، بس هو اكيد لا، ان شاء الله لا. اوكي هنا مفيش حاجة، خلينا ننط الناحية التانية، وبرضه هنا مفيش حاجة. كويس جاي. كويس قوي، تفتح ليش بقى انت؟ المفروض بقى خليك زي ما انت. ايه ده؟ اقفل 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 يا عم، الموسيقى دي يا عم. خلينا نفتح الناحية التانية هنا ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي مفيش برضه حاجة هنا. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى الموسيقى الغريبه دي؟ افتح لي يا عم هنا بسرعه يا عم. انا ايه اللي دخلني جوه هنا؟ انا ايه اللي دخلني جوه؟ بص يا عم طلعني طلعني طلع يا عيال، حشرني. ايوه بس تمام، خلونا نكمل طريقنا. اتوقع انا مش كده صح؟ صح، استنوا، وده بيفتح لبره ليه؟ اه ايه ده، انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه ده، هي ايه ده، هي لفت لفه كبيره ليه كده؟ ولا انا ماشي صح وهم فتحوا الابواب ولا ايه؟ والله ما عارف، انا مش عارف انا ماشي صح ولا برجع ولا ايه. لا بقول لك ايه، لا لا والنبي، شوفوا لي حل يا جماعه مع اللي اشتبي لي ضم ده، شوفوا لي حل. انا خلاص طفشت، طفشت من فتح الابواب وعايز اهرب من المكان اللي انا فيه ده، حبسني هو اه ها الباب ده فتح بسرعه قوي. ايه ده، ازاي الباب ده مفتوح هو كمان؟ قالوا ازاي انا كنت هنا؟ اقسم بربي انا كنت هنا، انتوا متخيلين يا جماعه؟ حاسه بلف حوالين نفسي مش عارف ليه، ولا هم حاطين نفسي يا بابا. اها الباب ده مقفول، طب ازاي بقى الباب ده مقفول؟ ازاي ده مقفول؟ والنبي افتح لي، افتح لي الباب. اوكي كان في باب فوق هنا، هنا اوكي يكون في زرار ولا حاجه. لا جماعه في حاجه غلط، في حاجه غلط. اشتبي لي دومبي لففني حوالين نفسي، بس مفيش هنا ابواب يعني، ومفروض ان ده اللي يفتح يعني. انا مش عارف والله، مش عارف، مش عايز يفتح الباب خالص، والاكره بايظه تقريبا، وانا مالي يا لمبي، انا مالي. اوكي كان فينا باب، ايوه، ولا الباب ده عايز يفتح. نا 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 نا، نرجع بس ورا سنه. اوكي انا حاسس انا هنا، حاسس ان حاجه غريبه يا جماعه، هنا في حاجه غريبه مش عارف ليه، بس احساس كده والله العظيم. طب انا اروح فين طيب انا دلوقتي؟ ما خلاص كده يعني. جماعه انا سامع صوته، جماعه انا سامع صوته، انا جاي ده كله تخيلوا جاي. بصوا بصوا كام باب، بصوا كام باب، اقفل الباب ده كده. اوكي اطلع لي هنا كده، ايوه يا سلام عليك. انا حاسس جيت الحته دي قبل كده، وفي نفس الوقت يا جماعه انا ما رجعتش ولا حاجه، انا ماشي في طريق عادي جدا. اوكي لحد دلوقتي تمام. الباب ده مقفول ليه بقى؟ انا عرفت الباب ده ليه مقفول. ايه ده،
ايه ده؟ ده مفيش حاجة ورا الباب ده؟ مفيش حاجة ورا الباب ده يا جماعة؟ يا جماعة أنا اتحشرت وحشت من الباب. لا! واخيرا يا جماعة عرفت، واخيرا اخيرا شوفوا وينزداي. انا وينزداي على فكرة عشان تبقوا عارفين، شوفوا وينزداي والله اسطورية يا شباب. اخيرا الحمد لله هربت من اشتبيني ضب اشتبيني. يعني هو الباب الاخير بعد ما فتحته كسرت ابوه بالسي فور بكل حاجة، لقيت بقى ايه على طول، لقيت نفسي بره وفي عربية بوليس وزي ما انتم شايفين في وسط الغابة اللي احنا كنا بنشوفها في الشبابيك. الموضوع كان غريب شوية ولكن يا شباب يعني قلت الحمد لله انا هربت من اشتبيني ضب اشتبيني ضب اشتبيني ضب. ايه ده؟ اللي انا شايفه ده صح؟ اوه ماي جاد! ارجع تاني. اقول لك احنا مش من جنبهم ولا والله العربية، بص العربية هتطير. اطلع يا ام كامل ليتس جو. اوه ماي جاد يا عيال، لازم اهرب لازم اهرب من هنا. لا 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 يا عم، لف 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 العربية يا شباب من كتر ما هي البار بتاعها عالي والحصينة بتاعتها عالية بتطير. اقسم بالله الموضوع مرعب. اهرب يا امك. ايوه انتوا السواقة يا ونس دي، يالله عليك اهرب من اشتبني ضم. اقسم بالله يا شباب انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه. انا وانا راجع نفس الطريق، انا راجع نفس الطريق، مش لازم ارجع نفس الطريق. لو رجعت نفس الطريق هرجع عند الباك رومز وعند اشتبني ضم الاساسي اللي هو كان بيجري ورانا. شباب مش عارف اعمل ايه، امشي من جنبهم ولا اقول لكم في طريق من هنا؟ استنوا اختصار كده. اوكي ماشي، نمشي ونقوم الدين واحده كده. ايوه يا سلامه. لا 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 اجري بظهرك 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 بظهرك. لف طير طير. شوف العربيه، والله العظيم العربيه فيها باور لدرجه ان هي بترفع حصان مش عارف ازاي. جماعه ده جايب لي جيش اشتبي ضم يسد لي الطريق بس ما عرفوش يعملوا معايا حاجه. مكمل التوب والباب فوتوشوب يا شباب. اقسم بالله الموضوع غريب غريب بس نفس الوقت مكمل اسطوره تلوش. ايوه يا سلام عليك. اوكي ليتس جو مان. ايه ده؟ ايه ده الطريق عمل كده ليه؟ لا لا الحمد لله ان العربيه ما جرالهاش اي حاجه. انا كنت داخل في الشجره كنت ابقى عجينه دلوقتي. اوكي بسم الله لازم نهرب من هنا، لازم ارجع البيت يا شباب، ارجع ماين كرافت من الاخر يعني. يا بص لعبتي ماين كرافت وخلاص. هو ايوه سوعتوع بس يا مكمل، اوعتوع باللي انت قاعد بتعمله ده. هات لك واحده دريفت كده. السلام عليك. والله خايف اقعد امشي كده الاقيهم في وشي مش عارف ليه، حاطين لي جيش كمان ولا حاجه، اصل الطرق هنا شبه بعضها كلها. بس لا لا الطريق هنا فاضي واخره زي كوبري اهو، نعديه. وقربنا قربنا شباب المدينه، قربنا المدينه. المدينه فين؟ المدينه فين؟ اوكي ندي حته كده تفحيط يا شباب، انتوا فاهمين لازم نفحط. هنعمل ايه لو دخلنا بالسرعه دي؟ هنموت. اوكي مش عارف انا خايف ليه، خايف الاقيهم تاني، لو لقيتهم تاني في وشي المره دي مش هاخد بالي وهتلاقيني دخلت فيهم. اوكي ارجع تاني يا رب. اخر الطريق ده فين يا رب؟ عايز اروح البيت، عايز اروح. بص انا انزل امسك في ايدي بس الار بي جي، شغال ار بي جي. اوكي ليتس جو مان. قابلنا اي اشتبني ضم اشتبني دب اشتبني دبلو دبلو دبلو، هعمل معاه الكوكو. اللي انا شايفه ده صح؟ اللي انا شايفه ده صح يا جماعه، انا لازم اعدي منهم، لازم اعدي منهم. اوكي 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 رحنا فيها بس هنحاول على قد ما نقدر نعمل اللي علينا. اقف هنا كده، اعدل عربيتك على الجري على طول عشان اول ما اخليهم يتفركشوا بعيد عن بعض اجري. يلا بسم الله هوب. لا ما جاتش ما جاتش، والله ما جاتش. لا لا طب خدوا دي، ما جاتش برضو ولا عملت اي حاجه. الكرشه بتاعتهم تصدت. شوفوا 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 والله لا يا هشام كامل فيهم. لا 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 بوم. طب يا جماعه طب يا جماعه يما يما دول هنا. طب يا جماعه كده وصلت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. انا كان نفسي ان انا بجد اهرب من المدينه اللي انا فيها دي، بس تقريبا كان لازم افضل عايش مع اللي اشتبي لي ضم ده، هيفضل كائن وشخصيه في حياتنا يا شباب. هنعمل ايه هو كده يا شباب؟ بس قصه المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك على المقطع ده واشتركوا في القناه يعني الباب بيرن. اتوقع ان ده اشتبي ضم اشتبي دي بيشتبي دبليو دبليو دبليو. فلو ده اخر مقطع في القناه ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتابعوا حسابي على انستجرام والتيك توك والفيسبوك. جاي لك اشتبي لي ضم.
مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون.